مساء الخير لجميع المتابعين، ورحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القليلة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حتى تسود أجواء مائلة للبرودة 14 درجة مئوية مع طقس غالبا صافي، المحسوسة 14، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لعموم لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، عجلون 24 إلى 14 مع طقس صافي، إربد 26 إلى 15، جرج 27 إلى 15، والمفرق 28 إلى 14 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة عمان 25 إلى 14، نفس الحرارة في بلقاء، مدوى 25 إلى 14 أيضا، البحر الميت طقس صافي 32 إلى 24، والزرقاء 28 إلى 16 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية، الكرك 24 إلى 13، الطفيلة 24 إلى 14، الشوبك 22 إلى 13، معان 30 إلى 17، والعقبة 34 إلى 23 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق 33 إلى 16 درجة مئوية، الصفاوي أتربة مثار 34 إلى 17، ورويشة 33 إلى 18 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.